السلام عليكم عزيزي المتابع، كيفك؟ شو اخبارك؟ اليوم عنا فيديو سريع وبسيط، بدي ناقش فيه موضوع كتير سألني الناس عنه اليوم. يعني الكومنتات انفجرت، يا بوبز شفت سوني نزلت جادا فور مترجمة؟ يا بوبز هل ممكن نشوف اللغة العربية بجادا فور راجناروك؟ يا بوبز نزل الاعلان او بالستور مكتوب بالعربي؟ يا بوبز تصورت الصورة مكتوب تحت بالعربي؟ هل لعبة جادا فور راجناروك رح تنزل مترجمة او لا؟ شوف يا شباب، بالبداية ما حدا بيعرف، ما في خبر رسمي من الشركة او من سانتا مونيكا او من سوني او من اي شخص، كلياتها نظريات تهيؤات فقط. ممكن تكون اللعبة مترجمة وممكن لا، ولكن حابب لكم انه God of War 2018 لما تفوت يا شباب بالستور العربي بتلاقي مكتوب العربي عادي، وحتى على السي دي يا شباب او القرص النسخة الفيزيائية بتلاقي مكتوب على الغلاف باللغة العربية، بالرغم انه ما فيها ولا كلمة عربي، حتى القوائم مش عربية. فما يعني يا شباب اذا مكتوب باللغة العربية بالستور او على صورة اللعبة او الغلاف يعني اللعبة اللي حتكون مترجمة. هيدي نقطة لازم نحن ننتبه لها كتير منيح. يعني غير هيك عزيزي المتابع، لعبة God of War مبنية كلياتها على الاشياء الخرافية والغريبة والمناقضة للدين يعني، فما اعتقد اللعبة صراحة رح تترجم، لانه اعتقد اللعبة رح تنحظر بكتير دول مثل السعودية مثلا، فليش لا يعذبوا حالهم ويترجموها عشان اخر شيء تنحظر. صراحة ما بعرف، ما فيني احكي شيء من عندي، ولكن حابب اقول انه لحد الان ما في خبر رسمي انه اللعبة رح تكون مترجمة، ولكن لازم ما نقول انه خلص مترجمة ونتفائل كتير، لانه ما بتعرف الواحد شو بيصير معه عزيز المتابع. ولكن انا شخصيا بستبعد شوي انه اللعبة تكون مترجمة صراحة، لانه ما بعتقد سوني وسانتا مونيكا رح يدعموا اللغة العربية فيها. وبس عزيزي المتابع، هذا كان فيديو اليوم، بعرف فيديو بسيط وسريع، وبعرف الصوت كان فيه غريب يا شباب لاني انا بمكان ما بيسمح اني صور، ولكن لانه كتير ناس سألتني عن الموضوع فقلت اوكي خليني اعمل فيديو بسرعة يعني. وبس عنا بلايك واشتراك، شوفك الجاي ان شاء الله، ويلا سلام.